لو كنت اليوم على مشارف الحزن والألم، ولو تحسين أن كل الأبواب مقفلة، ولو أنت اليوم على أبواب القنوط والإحباط، وإذا ضاقت بك الدنيا ولم تجدي سبيلا لآلامك وهمومك، تريدين أن تتجلى في حياتك الفتوحات الربانية؟ طيب كيف أطلق باب الله كي تتجلى في حياتي هذا الفتح؟ وكيف تحل مشاكلي؟ طيب كيف أحول حياتي الحالمة إلى واقع أعيشه؟ كيف أعيش الثراء الفكري والعلمي وكذلك المالي؟ كيف أحقق أهدافي؟ تخيلي معي الآن في هذه اللحظة، لو أحبك الله ونودي باسمك في السماء، إن الله يقرئ فاطمة السلام وكنت أنت. كل هذه الأشياء هي تحتاج منك أن تعلقين قلبك بالله كي تعيشين في طمأنينة وانشراح وتحققين ما تصبون إليه. إذا كنت تريدين أن يكون قلبك معلق بالله، معنى هذا أنك تريدين أن تعيش جنة الدنيا قبل دخولها مع الله. طيب قولي لي كيف يكون هذا التعلق وأن تحب الله؟ إذا أحببت الله ستجدين بأن قلبك متعلق به، وحب الله ليس مثل حب البشر، وحب ليس فيه لا خذلان ولا خيانة. كذلك معنى حب الله هو أن تحبين مناجاته، أن تحبين اختياراته، وأن ترضين عن الله في كل شيء، وأن تصبرين. عندها ستعيشين مع الله السلام الداخلي، حينها ستقولين وداعا لكل أنواع الهموم والاكتئاب. طيب كيف أحب الله هذا الحب؟ وعن طريق تعرفك عليه من خلال أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. لله الأسماء والصفات، له الأسماء الحسنى. قوله سبحانه وتعالى: قل أدعو الله أو أدعو الرحمن، أيا ما تدعون فله الأسماء الحسنى. وهذه الأسماء والصفات لها دلالات ومعاني نحن نتعبد الله بها، أي نتعبد الله بهذه الدلالات والمعاني. ومن أسمائه أنه الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وخالقي وخالقك وخالقنا جميعا، خلقنا من عدم، هو الرحمن الرحيم، هو الجبار، هو من يجبر كسرنا، هو السميع الذي يسمعنا، وهو البصير الذي يبصرنا، وهو القريب الذي هو قريب منا، كذلك هو الستار الذي يسترنا من الذنوب والفضائح. فلنقل الحمد لله على نعمة وجود الله في حياتنا. قوله سبحان الله: إن معي ربي سيهديني. قوله سبحانه وتعالى: إني معكما أسمع وأرى. هو القريب، القريب منا، هو الشافي الذي يشفينا، هو الكريم الذي يكرمنا، وهو الرحيم الذي يرحمنا. إذن كي يزداد تعلقك وحبك لله، تعلمي أن تعبد الله وتستشعري بأسمائه بهذه الطريقة. ولو نظرت إلى أسماء الله الحسنى بتمعن، لوجدت بأن كل اسم من أسماء الله تبعث في داخلك وفي قلبك الطمأنينة والأمل. كذلك إذا أردنا أن نحب الله، أن نقرأ كتاب الله بتدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ هذا القرآن هو نورا وهداية لنا، ويشفي ما في صدورنا. وتجدين بأن الله يخاطبنا لما تقرأينه، كذلك تجدين بأن عند القراءة تتنزل عليك السكينة وينشرح صدرك، وستلاحظين بأنك كلما تقولين سأتوقف الآن على القراءة، تجدين في داخلك شيء يدفعك إلى أن تواصلي قراءته. وهذا من رحمة الله بنا. وكي تستفيدين من قراءتك للقرآن، قفي عند كل آيات التي فيها معاني الشكر وأسقطيها على حالك. كذلك قفي عند كل آيات فيها معاني الصبر وأسقطيها على حالك. وكذلك قفي عند كل آيات معاني الحمد والرحمة وأسقطيها على حالك. عندها ستشعرين بأن من يكلمك هو الله.
كذلك لا تنسي أن تقفي عند قصص الأنبياء عليهم السلام، كيف رعاهم الله وكيف حفظهم وكيف نصرهم وكيف قهر عدوهم وكيف تجلت رحمة الله سبحانه وتعالى على أنبيائه. وقولي في قراراتك نفسك: أكيد ربي لن يخذلني، أنا كذلك. كذلك لا تنسي وأنت في لحظة الهم والاكتئاب والاضطراب النفسي، تذكري قصة سيدنا أيوب. وأيوب إذ نادى ربه: أن مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. استشعري معنى أرحم الراحمين، هو أسقطها على حاله، أسقطيها أنت كذلك على حالك. تذكري قوله: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كذلك إن كنت تريدين أن تعلقي قلبك بالله، انظري في صفحة الكون، تأملي جيدا وقولي: ما خلق الله هذا عبدا. قوله سبحانه وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الآيات الكونية تريك أعظمة ورحمة ولطف الله. ولا تنسي أن تنظري إلى محطات حياتك التي مررت بها، كم من مرة نشاك الله فيها من المصائب والمحن وكل المعاصي، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، من سترها؟ أليس هو الله؟ وكم من مصيبة مررت بها مرور الكرام. انظري إلى محطات حياتك، تجدين نفسك تعيشين في ألطاف الله. كذلك أشكر الله على كل النعم التي منح عليك والتي أعطاها لك بلا حساب، وكل الأشياء والمصائب التي نجاك الله منها لا تنسي أن تشكريه عليها، لأن الشكر بيزيد النعم. قوله تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. إذن إذا طبقت كل هذه الخطوات فإن إيمانك وحبك وتعلقك بالله سيزيد، صدقيني، وستنعمين بالراحة وستستصغرين همومك وآلامك، وإن شاء الله سيعطيك الله مما تطلبين منه. في النهاية سأقول لك: حب الله والتقرب منه هو شيء لا أستطيع أن أصفك، ونور ينبعت من داخلك. جربي جربي وانعمي بنور الله. في النهاية أقول لك: أتمنى أن أكون قد أفدتك بهذه المعلومات. دمت متألقة وناجحة في حياتك. سلام الله عليكم.